وماذا يا ترابين الرائعة يوم 20 يناير. وبعد إلقاء القبض كذلك على الرفيقين زروقي وماحية ونفي رفيق ناميه وبعد الحسن اليوم الرسالة التي يمكن أن نقدم لهؤلاء الطلبة اليوم عليهم أن يأخذوا العبرة من التضحيات الجسام التي قدمها الطلبة الأوائل. اليوم نحن ملزمون أمام التاريخ، وطلبة اليوم ملزمون أمام التاريخ على أن يحافظوا على هذا الإرث الكبير والكبير جدا، ألا وهي الدولة القارة الجزائر. بهذه المناسبة، مناسبة 19 ماي عيد الطالب اللي هي ذكرى مجيدة وعزيزة على قلوبنا، نتمنى من الطلبة الجزائريين يحداو ويمسيروا على الطريق اللي مشاو بينا أخواننا في الثورة وبدلوا سلاح المحافظ بسلاح الحرب وطلعوا الجبل على جال هذه البلاد. احنا ماذا بنا الطلبة يكونوا واعيين من أجل هذا الوطن.